احنا الا بغينا بالفعل في هذه المرحله ناسسوا نظام ديمقراطي، احنا ماشي ضد ان يكون السياسي عنده اموال، ولكن في الوقت اللي يكون كيمارس السياسه خص يكون في من اعلى الممارسه، ممارسه ما هو اقتصادي. كنعرفوا على ان الانسان ملي كيكون كيمارس السلطه في نفس الوقت له مصالح، وإلا كان عنده يعني مقدمات ديال هذا الفساد او عنده استعداد للفساد، فكتغيب الشفافيه، كيغيب الوضوح، كتولي الزبونيه، تولي المحسوبيه، لي مارشي كيبداو يمشيو من واحد الشكل معين، اشخاص معينين، كي نرتقي في سلم اقتصاد الريع، وهذا خطر على البلاد، وكتكون اثار وخيمه جدا.